قلنا اللي هو اجلاس بيلدينج فور بلانتينج بلانتس. طيب تعالوا يلا نشوف مع بعض الجزء الاول. سامي، ايوه سامي دخل اهوت. يلا يا سامي معايا. ابراهيم مع حضرتك. تمام. عندي من اول بيج 89 الاكسرسايز الخاص بالدرس الاخير، مديني كلمه بريزنج اللي هي التنفس، توكسيك قلنا بمعنى سام، دينجرس بمعنى خطير، وإيميشنز اللي هي الانبعاثات. لما اقول هنا يلا معايا يا نور، اي كانت بريز، مش قادر اتنفس، اي نو ذات، انا عارف طبعا ده كويس. ذا اير از بلاك، اند هو الاير ده بلاك وايه كمان يخلوني ما اقدرش اتنفس، توكسيك بلاك اند توكسيك يعني الهواء اسود وسام. بعد كده بقول ذير ار تو ميني، ذير ار تو ميني emissions. emissions طبعا يوجد انبعاثات، from cars من العربيات، it's for children lungs يبقى اسمها it is a for dangerous children، it's dangerous خطيرة dangerous طبعا على الرئتين بتوع الأطفال. بعد كده بيقول لي هنا my brother had to go to hospital، أخويا روح اضطر يروح المستشفى because of problems with his، لأن عنده مشاكل في ال breathing. بريزنج طبعا اللي هو التنفس. يلا يا إبراهيم نمبر 1 في الاختياري. I had a bad dream. It was a الباد دريم ده قلنا تعرفه ايه؟ Nightmare. Nightmare اللي هو بمعنى كابوس، يبقى Nightmare هقول له bad dream. Gases from cars and factories are called، ده تعريف الجازز هنا اللي هي قلنا عليها ايه في الكلمات؟ ابراهيم مش emissions طبعا اللي هي بمعنى انبعاثات. نمبر 3 we should، يجب علينا our planet الكوكب، we should look after. look after، يجب ان نعتني بالكوكب بتاعنا ما نبوظوش. My little brother went to the A because of problem with his breathing، بسبب مشاكل في التنفس وديناه فين؟ Hospital. الهوسبيتال. Hospital. We can't go to school، ما نقدرش نروح المدرسة because the air is too، لأن الهواء Bad. too bad، سيء جدا. It's too hot، الجو حر، so I am sitting in the، الجو حر عشان كده انا قاعد Shade. فين؟ قاعد in the shade Shade. في الظل. اروح لجمل الترتيب يا سامي، الجمله الاولى بيقول لي there، There are many too. لا دي بقى There are اسمها too many، اسمها too many يعني كثير جدا، too many او too much اللي موجوده عندي many، لان عندي اسم جمع يبقى اسمها there are too many emissions. ها There are يا two نعم emissions from هو cars. ما تنفعش there are many emissions from cars too. لا لا، لأنه هو هنا يقصد أن يوجد انبعاثات كثيرة جدا بأكثر من اللازم بحد إحنا ما نتحملوش، يبقى اسمها too many، there are too many. ودي القاعدة عندنا يا نور، لما بستخدم too قبل صفة بمعنى جدا اكتر من اللازم، جدا اكتر من اللازم، فهو هنا عايز يقول لي there are too many، بالظبط زي ما كنا بنقول هنا الهوا too bad، اهي تو زائد صفة تمام، يبقى اسمها هنا too many بمعنى اكثر من اللازم وما نقدرش نتحمله تمام. يبقى هقول there are too many، بالظبط زي لما اقول very كذا، يبقى there are too many emissions from cars من السيارات. number two هقول له I يا سامي. I go to the park to play. I go to the park to play، بروح البارك عشان ألعب. الجملة الثالثة we We need to look after our planet. تمام، we need to look after our planet، علينا أن نعتني بالكوكب بتاعنا. أروح لجزئية الماتش يا نورين يا كوكي.
نعم. ها نمبر 1 بقول on holidays في الأجازة we on holidays we الإجابة سي طبعا play on the beach. نمبر 2 توكسيك، تعريف كلمة توكسيك؟ بي لا مش بي بقى، لا دي 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 قصدك دي اللي هي very bad to eat or breathe. نمبر 3 he dreams that، هو بيحلم ان، he dreams that، ايه he dreams هو بيحلم. ال بي الإجابة بي، هي ماشي. يبقى he dreams that he can't go to school. We only have fruit، عندنا الفواكه دلوقتي بس بنجيبها منين؟ ايه إيه طبعا from green houses. طبعا كان طالب مني أكتب عن حاجة اسمها الـ air pollution، تلوث الهواء، عشان أقول له there are too many emissions from cars and factories. We can't breathe طبعا مش بنقدر نتنفس. It's dangerous طبعا for our lungs، خطر على اللانجز بتاعتنا. The air is too bad، الهواء سيء جدا. And toxic طبعا we can't breathe. تعالى نروح لجزئية الماتش الثانية. السؤال الأول، يا إبراهيم، يا سلمى، جاهزة ولا؟ جاهزتي. طب يلا يا سلمى، استنى يا إبراهيم. What sport are you good at؟ إيه اللعبة اللي أنت كويسة فيها؟ هتقولي لي هناك؟ I am good at playing football. تمام، الإجابة بي طبعا I am good at كذا. قولي لي الـ emissions means، حليناها دلوقتي كتير. emissions اللي gases هي from cars. gases، كلام جميل، gases from cars و factories. I am very good at playing squash. طب وبعدين؟ But I am bad at playing كلام tennis. جميل، يبقى قال لي good at و ing، هقول له but I am bad و at و ing. تانية، الجرين هاوس ده معناه ايه؟ A glass building A glass used. building used for growing plants. كلام جميل يا إبراهيم. نعم. القطعة، التكست اللي قدامي أو النص ده أو القطعة دي بتتكلم عن سليم أند وائل زي إيه؟ هل ريسيبيز، وصفات، ولا سيزونز أوف سول، ولا بوكس كتب، ولا سبورتس، ألعاب مفضلة؟ favorite sports. فيفوريت سبورتس طبعا. is bad at playing handball، هنطلع فوق في القطعة وندور على bad at playing handball ونعرف هو مين، هو مين ده اللي bad؟ وائل. وائل، يبقى وائل is bad at handball. نمبر 3 يا سامي بيقول لي what is سليم watching؟ هو سليم watching ايه؟ بيتفرج على ايه سليم ده؟ Slim is watching an old squash match between Ranin Al-Waleli and Noor El-Sherbini. كلام جميل، يعني مش ما بين محمد سامي ونور الشربيني يعني. نمبر 4، هو از رنيم، مين هي رنيم الوليلي دي؟ قايلها لي هي، ها مين رنيم؟ هقول له رنيم، ها يا ولد يا سامي، معاك يا سيد. ها مين رنيم؟ اقول له رنيم از، She is squash bully. تمام. بس خد لي ده الأول، خد لي ده، طالما سألني عن هي مين رنيم لازم أقول له an Egyptian player، ها an Egyptian player، لاعبة مصرية. and she is one of the most famous squash player in the world، وواحدة من أشهر اللاعب الاسكواش في العالم. ده لما يقول لي هو از رنيم، من هي رنيم. السؤال اللي بعد كده الماتش، يلا يا عمر. عمر سنور، يا عمر محلك يا مس. يلا يا عمر، جزئية الترتيب هقول له شي She is از جود at playing squash. at، قلنا بعد good at ing يبقى playing squash. number 2 يا سلمى، what
What sport are you good at? ايه الحلاوة دي؟ ده احنا اتشطلنا بقى بعد الاجازة ولا ايه؟ يبقى وات سبورت ار يو جود ات. كلام جميل. نمبر 3 يا نورين. كوكي يال يا نور، ده كان في الهوم ورك. I love watching karate and بس كده، يبقى I love watching karate and kung fu. آخر جملة عندي يا إبراهيم، إبراهيم، نعم. يلا يا إبراهيم نمبر 4. وي We need to look after our planet. كلام جميل. We need to look after our planet. علينا أن نعتني بالكوكب بتاعنا. يلا يا نور، بقول I am very good at playing tennis. هقول له الآي اللي في أول الكلمة والفرص تو. تمام. بعد كده برضو كان طالب مني نفس الباراجراف. الجزء ده خدناه ولا لسه؟ أيوه طيب. خدناه. طيب كلام جميل، حلينا دولت. طيب كلام جميل، حفظنا دولت. دولت مهمين، امتى بقول دو وامتى بستخدم بلاي وامتى بستخدم جو. طبعا مهمين دلوقتي، وعند اخواتنا الكبار برضو اللي في اعدادي او ثانوي لازم يكونوا عارفين الكلام ده. تمام. يبقى انا بستخدم دو مع العاب قتاليه زي الكاراتي او الكونغ فو، قلنا عندي كمان والتايكوندو، وكمان زودنا عليها كلمه جيكسوز اللي هي تكوين الصور. اما بلاي بستخدمها مع الالعاب اللي محتاجه البول زي فوتبول او تشيس او تنس وهاند بول. اما جو قلنا بستخدمها مع الانشطه اللي بتنتهي بالاين جي زي سويمنج او سيلينج او فيشنج. جينا بعد كده وقلنا خلي بالك ان انا عندي جريت ات او جود ات او باد ات، كل ما يعبر عن المستويات بيجي لي بعده ات، كل اللي بيعبر عن المستويات بيجي لي بعده ات، وبعد ات عايز يا اسم يا اي ان جي، يا اسم يا اي ان جي. تعال نشوف بعد كده جزئية ديت، حلينا الاربع جمل دول. أي كلام جميل، تعالى لي حلينا الثمان جمل دول. أي انا رجعتهم معاكم لا حليناه في الواجب. في الواجب. طب يلا نحلهم بقى، نشوفهم مع بعض كده. في الجملة الأولى يا سامي بقول they can't paint the living room لأنهم they are really bad at بنتين اي ان جي. طبعا ليه يا ابني؟ لان عندي باد ات يا سيري يجي لي بعد اي ان جي، اهي يبقى بينتينج. نمبر 2 ابراهيم، ماي فريند از جريت ات، ما احنا قلنا جود ات وجريت ات وباد ات، عايز بعدها بلينك اي ان جي بلاينج. يا سنور يا عمر، بقول ماي سيستر از جود، هي جود عايزه مين؟ يا عمر جود اسمها جود ايه؟ جود ات. على طول ما تفكرش، يبقى جود ات او باد ات. نمبر 4 يا كوكي، كاملز ار الجمال ات ووكينج Good. اكروس ديزرت، المشي في الصحراء. طبعا Good. جود، شاطره في الجري في الصحراء والمشي في الصحراء. يا سلمى بيقول لي ار يور فيفورت سبورت، لعبتك المفضله او رياضاتك المفضله هي الالعاب والرياضات، هسال عنها بهو ولا بويتش؟ Wait. ويتش على طول. ويتش are your favorite sports. number 6 يا ابراهيم، نهى is great at، ما احنا قلنا يا سير 100 مره خلاص great at، يبقى اي ان جي. بدور ما لقيتش اي ان جي، سكواش يبقى انا سكواش يلزمني الاسكواش اللي هي اسم. تمام، يبقى يا اسم يا اي ان جي. نمبر 4 سامي بقول له ماي انكل جود ات سيلينج، هو الانكل ده مفرد ولا جمع؟ لا مفرد مفرد، عشان مفرد يبقى اقول بعده از ولا ار؟ إز از طبعا، يبقى ماي انكل از جود ات، از جود ات. نمبر 8 يا سلمى مع بقول له حضرتك مين في ازاي؟ دولت از يور فيفورت سبورت تو دو ان تيم، وبيقول لي فوتبول، هي الفوتبول او اي لعبه بسال عنها بمين؟ ويتش
يلا نلعب شوية مع الاي ان جي وحروف الجر. هو لما يقول لي مريم از جود ات كلنا بلاينج، مع از جود ات رايتنج بويمز، وقلنا بويمز يعني قصائد. نمبر 3 عمري از باد ات اي ان جي بس سبيكينج فرنش، ماي تشيلدرن ار جريت ات، اقول له هيلبينج ذير، I am good at، أقول له reading Arabic، monkeys are good، good at و ing هي climbing، my sister is bad، bad اسمها at، the camel is good at ing walking across the desert، read is bad at هقول له drawing، آسر is good at هقول له playing. عندي بعد كده I am good اسمها good at، I am bad اسمها bad at كاراتي، أنا وحش في الكاراتي. What sport are you good؟ Are you good؟ Are you good؟ Are you good؟ اسمها good at، I am bad at. ما أقدرش أقول له أنا وحش في الرايس وحش في الميت، ولكن أقدر أقول له أنا وحش في الهاند بول. What are you bad at؟ Correct، correct، correct. بلاي تبقى بلاينج يا سير، لأن عندي good at باي ان جي. رايت تبقى رايتنج، بحذف الاي، بحذف الاي واضيف اي ان جي، لان عندي جود ات اي ان جي. سبيك هقول له سبيكينج برضه جود ات اي ان جي. طب بيقول لي هنا they are good at، اقول له helping their dad on the farm. ده بالنسبه للجزء ده. ده كمان خدناه ولا لسه؟ لا لسه. طيب يلا نشوف الجزء الخاص بحته الماس. واحنا عندنا ماس هنا بس مش زي الاول، يعني حاجات خفيفه. طيب الجزء بتاع الماس هنا مديني كلمه اد اللي هي يجمع او يضيف، مديني تريد بمعنى يتعامل، مديني بوزيشن اللي هي موقع، مديني اوريجينال بمعنى اصلي، توتال اللي هو المجموع او الكل، ديستانس قلنا مسافه، سبتراكت ده فعل بمعنى يطرح، يبقى عندي اد الجمع وعندي سبتراكت الطرح. هو النمبر اللي هو النمبر معناها العدد الكلي او العدد الصحيح، ماتش بمعنى يتطابق، ماتش زي يوصل، يوصل، او ماتش كوره مباراه، او بمعنى متماثلين. مديني صم معناها مساله حساب، مساله ماس، الصم معناها ماس، ولذلك كان عندي دو هنا صم، دو صم معناها بيحل مسائل الماس، دو صم معناها بيحل مسألة ماس. ويت اللي هو الوزن. مديني ديسيمال بوينت اللي احنا بنسميها العلامة العشرية، البوينت، البوينت لما بننطق 0.50 يبقى دي اسمها ديسيمال بوينت، علامة عشرية. طيب انت مديني ايه ده؟ مديني جمع وطرح الايه؟ الأرقام العشرية اللي هي الديسيمال نمبرز. طيب دي حاجة سهلة ولا صعبة؟ المفروض ان هي تبقى سهلة. ليه؟ لان انا عشان اجمع او اطرح انا بكتب الارقام جنب بعضها وببدأ اجمع. طيب يا سير انا بعملهم تحت بعض مفيش مشكلة، كده او كده النتيجة واحد. طب ما يلا نلعب كده. هو لما يقول لي 3 بلس 9 هقول له 12، وباقي عندي 1 يا سير اهوت، هنضيفه على العدد اللي بعده في العشرات في التنز، مش كده؟ طيب هيجي بقى عندي 1 و1 و4، ده كده يبقى 6، اصبح عندي وصلت العلامه هنحطها اللي هي الديسيمال بوينت دي نحطها، وبعد كده فاضل عندي 3 وال5 هقول له 8 عشان اقرا الرقم اللي قدامي، فبقول له 8.62. مظبوط كده؟ يا سير. طب تعالى نطرح، نجرب الطرح. هو عشان اطرح بنحط الكبير طبعا هو اللي فوق اللي هنطرح منه، تمام؟ عشان اعمل سبتراكت دلوقتي الكبير عندي فوق. طب قال لي الكبير هنا هو عباره عن 8.6، هقول له حاضر. والتاني ده مديني 6.51، معنى كده ان انا عندي 51 وهنا 6. طيب ما انا هضطر ازود له زيرو هنا في الاول عشان اساوي الرقمين اللي قبل العلامه. فاهمين الكلام ده ولا؟ طيب معنى كده ان السكس هي نفسها 60، يعني لو 6 هنا هي 60، تمام؟ طيب الزيرو عشان نطرح منه الوان قال لي مش هينفع،
طيب يا عم الزيرو خد لك واحد من السكس عشان تكبر كده وتبقى تين، بقى تين خلاص، واخدنا منه الوان بقى، اداني كام هنا؟ تسعة اداني ناين 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 تسعة. واجي هنا بقى اطرح السكس ماينس فايف، هقول لك لا استنى، مش احنا استلفنا هنا وان؟ اه بقى عندي فايف، يبقى فايف ماينس زيرو فايف هتديني الزيرو. وصلنا البوينت نلزقها، وصلنا البوينت نكتبها، وبعد كده فاضل عندي الايت ماينس سكس اللي هي ايكوالز تو، يبقى اذا الرقم عندي هو 2.9. وطبعا الناين هنا الناين اوفر 10 ولا اوفر 100؟ 100 اوفر 100، لان عندي 00، عندي رقمين، كل نمبر من دول برقم، مش كده؟ 00 يبقى 100، تمام. طيب يبقى عملية الجمع او الطرح هنا في الديسيمال عملية سهلة، ولا انتوا شايفين انها صعبة؟ طيب تعالى نشوف جزئية اللي تشوز على الدرس التاني، كان بيقول لي I am good at، قلت له خلاص يا عم بقى، ما قلنا good at ايه؟ playing، وفوتبول از ماي فيفورت تو، نقط اون تي في، طالما عندي تي في يبقى انا هلعب في التي في؟ لا يا سير، اسمها واتش اون تي في، هنتفرج عليها في التلفزيون، يبقى الفوتبول از ماي فيفورت تو واتش اون تي في، هي اللعبه المفضله لمشاهدتها في التلفاز. واتش اي ام جود ات ريدنج بات اي ام، ما انت قلت لي بات، وهنا ايه اللي جود؟ يبقى انا هناك هقول لك اي ام باد، انا وحش في الرسم. كاتس، هي كاتس دي مفرد ولا جمع؟ جم جمع، اه يبقى جم كاتس عايزه مين؟ اه كاتس ار جود ات اه جامبينج. سؤال الماتش يا ابراهيم، بقول دي ار جود، طب ما انت قلت لي جود يا سير، يبقى انا عايز ايه هناك؟ دي جود ات هاند بول ات هاند بول، طالما انت قلت لي جود يلزمني ات والاسم، الإجابة سي هكتب عندها وان. يا نور نمبر 2، which are your، خلي بالنا إن أنا بسأل بآر، يبقى أنا عايز اسم جمع في الناحية التانية وكويشن مارك، favorite sports يبقى which are your favorite sports، إيه هي ألعابك المفضلة، ويبقى هنا هنكتب نمبر 2. سامي what are you، are you وكويشن مارك طبعا لأني بادئ بوات، يبقى اسمها جودات. وطار يو جود ات، انت شاطر في ايه؟ اخر جمله عندي يا كوكي، بيقول لي اي بلاي فوتبول، انا بلعب الفوتبول ديت فين بقى، ولا مع مين، ولا ايه ظروفها؟ اه ايوه، تتحفظ الجمله دي، اي بلاي فوتبول ان تيم، بلعب كره القدم في فريق، بلعب في فريق يعني مش مع نفسي. اروح بعد كده نشوف القطعه. All I am Dalia, I am good at playing football and making cakes. I am bad at playing handball. ماشي، ده بالنسبة لمين؟ لداليا. أنا شاطرة في حاجات ووحشة في حاجات. أسر is my brother, أسر أخويا. He is 11، عنده 11 سنة. He is good at playing tennis but، ولكن he is bad at helping me in the kitchen. مش شاطر في مساعدتي في المطبخ. My sister's name is سلمى، أختي اسمها سلمى يا سلمى. She is 8 years old، عندها 8 سنين. She is good at doing math، شاطرة في حل الماس، doing math بتحل ماس، شاطرة في الماس. She is bad at tidying her room، وحشة طبعا في ترتيب وتنظيم حجرتها. مازن and ريم are my cousins، دولت ولاد عمي. ريم is good at drawing، she likes cats. مازن likes monkeys. Monkeys are good at climbing trees. شكرا. الهدف طبعا من القطعة دي كلها إن أميز الأسماء وأعرف كل اسم منهم بيحب إيه وما بيحبش إيه. Number one. بقول this text is about، النص ده القطعة كلها بتتكلم عن إيه؟ عن داليا وفاميلي ولا داليا playing عندي ولا فاميلي growing ولا cats؟ طبعا بيتكلم عن داليا والأسرة. Number two. مين في دولت is good at doing math، مين شاطر في الماس؟ اللي شاطر في الماس البت سلمى، يبقى سلمى is good at doing math، واسمها doing math حل المسائل. Number 3. What is آسر bad at، اطلع ادور على آسر
واشوف هو اثر ده بيرفكت باد بيرفكت ايه. قال لي اثر اهو ايه بقى؟ هي از جود، بات هي از باد ات ايه بقى، هي از باد هيلبنج ات هيلبنج مي ان ذا هيلبينج كيتشن. داليا ان ذا كيتشن، هو وحش في مساعدة داليا في المطبخ. نمبر فور، وات انيمال داز ريم لايك؟ ريم، اطلع ادور على ريم. يا ريم اه جود ات دروينج، هيكت شي لايكس هيكت مين؟ هيكت كاتس. يبقى ريم بتحب الكاتس. جملة الاولى في الترتيب هقول له يا ابراهيم ماي سيستر. يلا My sister is good at writing poem كلام جميل of وزي you. الفل، كلام جميل. طبعا قلنا ماي سيستر عايزه از، واز عايزه جود، وجود عايزه ات، وات عايزه اي ان جي، وبعد كده هقول له الاسم اللي عندي اللي هو بويمز، يبقى اسمها رايتنج بويمز، كتابه القصائد. نمبر 2، يا مين ما جاوبش من فتره؟ عمر، يا عمر I I mom huh? I do I do one كاراتي. لا I do كاراتي يعني أنا بلعب كاراتيه. I do كاراتي on my own. نحفظ الجملة دي يا شباب، خاصة استخدام on my own. On my own يعني يسير on my own، بنفسي مع نفسي لوحدي، تمام؟ يبقى اسمها on my own. I do karate on my own، بلعب لوحدي يعني لعبة فردية، ما بلعبش في فريق ولا حاجة، يبقى I do karate on my own بنفسي. نمبر 3 يا سامي، هقول له هي he practices in football in a football team مش every day. هينفع، مش هينفع اقول له in a football team، لان لا هنا مفيش ايوه آ والتيم هي اللي معها الآ. يلا ارجع تاني، ارجع وقول تاني. he practices football in a team every day. ايوه كده ظبطت، يبقى هي براكتسز فوتبول، هو بيمارس كرة القدم ان a team. وقلت لكم من شوية هتعدي علينا الجملة اللي هي اي بلاي ان a team، انا بلعب في فريق اهو، ان a team اهي كانت عندي في الماتش وقلت لك خلي بالك منها. فهنا جت لي تاني، بقول هي براكتسز فوتبول، هو بيلعب فوتبول ان a team every day. طب يا سير انا عايز اقول every day in a team، لا الافضل ان ارمي every day دي في الاخر، يبقى هي براكتسز فوتبول ان a team every day. اخر جملة يا كوكي، What are you انت كنت ظابطه، انت كنت ظابطه نفس الجمله في الواجب، نفسها نفسها، بس شلنا جود وجبنا بات، نفسها What are you نفسها. مش هينفع اقول له وات ار على طول هنا، لانه حاطط لي كلمه لازم استخدمها. What are you لا bad at sports. لا اسمها وات ايه What are you يا bad بنتي، يا at بنتي sports. اسمها وات ايه What are يا بنتي what is sports انت مش شايفاني بغششها لك ايه من ساعتها؟ هقول يلا what is sports ها are you good at bad اي at بس ايوه بس كده، يبقى وات سبورتس ار يو باد ات، نفسها كانت عندي وات سبورتس ار يو جود ات، ايه الالعاب اللي انت وحشه فيها، تمام؟ يبقى اسمها وات سبورتس. هروح بعد كده للبانك تويشن يا سلمى. حضرتك يا سيدي، ان بتاعت نادر كابيتال اه هي كابيتال اهي، ماشي والان بتاعت ماهر كابيتال وفي الاخر تمام، فلوس. يبقى ام ماهر كمان والفلوس طب في النهايه، كلام جميل. طبعا طالب مني هنا ايميل، عشان نكتب ايميل مطلوب مني شوية حاجات، تعالوا كده نشوف الدنيا فيها ايه عشان تاخد فكرة عن كتابة الايميل.
طبعا لما بيجيب لي السؤال ده في الامتحان بيقول لي write an email about 40 words، تبي لي ايميل من 40 كلمة. to your friend، لصديقتك اللي اسمها ياسمين. to tell her about the sports، كلمها عن الألعاب. that you are good at، اللي انت شاطرة فيها. وبيديني هنا اسمي اللي هو your name is نور، انت اسمك نور. your email address، عنوان البريد الإلكتروني الخاص بيكي، هو نور at yahoo.com. ويور فريندز ايميل، اما الايميل بتاع صاحبتك ده اسمه ياسمين at yahoo.com. اقول له حاضر تمام. يعني في اي سؤال في الايميل يا سير بيبقى مديني مقدمة زي ديت؟ ايوه طبعا. ايه المقدمة دي؟ بتحتوي على ايه؟ تحتوي على اسمي واسم الشخص اللي مطلوب مني اكتب له. حاجة تانية بيبقى فيها عنوان بريد الكتروني اللي هو ات ياهو دوت كوم ده، او ات جيميل دوت كوم، المهم ات دوت كوم اللي هو بسميه الايميل بتاعي وبتاع الشخص اللي هبعت له. زائد حاجة تانية مهمة اللي هو السبجكت، يعني الموضوع اللي انا هتكلم عنه. هو هنا كان بيقول لي اكتبي لها اكلميها وقولي لها عن السبورتس يو ار جود ات. طيب كلام جميل. يبقى اذا في العنوان عندي لازم يكون مديني الايميل ادرس بتاعي وبتاع الصديق اللي انا هبعت له، وكمان مديني الموضوع اللي انا هكتب فيه. وبيديني هنا كلمتين بيقول لي الكلمات دي ممكن تساعدك، شكرا يا عمو على المساعدة دي. تعالى نبص في الايميل ده. طبعا شكل الايميل زي ما بنفتح صفحة الميلز بتاعتنا وبنلاقيها بالشكل ده. ممكن يجيبها لي في الامتحان ويبقى مديني الرسمة او الصورة دي، وممكن يكون مديها لي مساحة فاضية، مربع مستطيل فاضي كده وخلاص. وتعامل انت، وتعامل انت، سواء هو كاتب لي بقى انا اللي يلزمني ده كله حتة فروم وتو والسبجكت، 3 نقط دول فروم وتو وسبجكت هم دول اللي يلزموني. الراجل كاتبها لي زي ما هو قدامي كده في الصورة حبا وشكرا. طيب ما كتبهاش هرصهم انا، هكتبهم انا اكني بكتب باراجراف بقى عادي. هقول له فروم ونقطتين، تو نقطتين، والسبجكت او اباوت. سبجكت او اباوت يعني الموضوع اللي انا هتكلم عنه. طيب لما اقول فروم، فروم حرف جر هنا معناه من، يبقى انا بكتب جنبها عنوان البريد الالكتروني الخاص بيا بتاعي انا. بتاعي الحقيقي؟ لا مش البتاع الحقيقي اللي انا قايل لك انه بتاعك هنا في السؤال. طيب تو بكتب عنوان بريد الكتروني الخاص بالشخص اللي انا باعت له اللي هو صديقي ده. سبجكت يعني الموضوع انا هكلمه عن ايه؟ عن الزو ولا البيراميدز ولا سكول ولا السبورتس اللي انا بحبها. طيب تعالوا نشوف ونظبط الدنيا. لما اقول له فروم هدور فوق على يور ايميل ادرس. يور ايميل ادرس فين؟ يور ايميل ادرس از عنوانك انت نور دوت كوم. ايه اللي هكتبه بقى هنا يا سير؟ هاخد نور زي ما هي مكتوبه، مكتوبه سمول هنقلها سمول، نور ات ياهو دوت كوم. اخد الحته اللي انا ظللتها دي واكتبها فين يا حلوين؟ هنا جنب فروم. في مشاكل لحد دلوقتي؟ لا يبقى نور ات ياهو دوت كوم اتنقلت هنا. طيب تو انا باعت لمين؟ تو انا باعت لمين؟ عايز اليور فريند ايميل، عنوان البريد الالكتروني الخاص بصديق اللي انا باعت له. طب هو عنوانه ايه؟ ياسمين ات ياهو دوت كوم. اخد ياسمين ات ياهو دوت كوم واكتبها جنب تو هنا، يعني انا باعت لي العنوان ده او العنوان ياسمين. سبجكت هو كان بيقول لي فوق بعد تيل اباوت ده، هي اولاد نجيبها من السؤال بعد تيل اباوت، تيل هيم اباوت او تيل هير اباوت، كلميها عن كذا او كلمه عن كذا. اباوت ايه؟ ذا سبورتس ذات يو ار جود ات، يعني ده العنوان عندي، ده الموضوع اللي انا هتكلم فيه. يبقى هاخد العنوان كده وانقله هنا اهو، ذا سبورتس اي ام جود ات. يا سير كان كاتب يو، ما هي اليو هحولها لاي بقى، اسمها ذا سبورتس اي ام جود ات. طب يا سير ما عرفتش احول، خلاص انقلها زي ما هي. واحد تاني هيقول لي سبورتس I am good at، الرياضات اللي أنا شاطر فيها، ماشي. هو ده الموضوع اللي هنا، هو طويل شوية ولكن بيجي لي بالشكل ده، أو ممكن يكون أخف. يعني ممكن أقول لك write about your favorite sport، اكتب لي عن favorite sport بس، اكتب لي عن your school، اكتب لي عن your teacher، اكتب لي عن أي موضوع. تمام. يبقى السبجكت ده بنكتب فيه السبب أو الهدف من الإيميل.
لحد دلوقتي انا كتبت فروم وتو والسبجكت 3 نقط اساسيين في كتابة الايميل، او هما الفرق ما بين الايميل والباراجراف. يعني اذا اللي زاد على الباراجراف اللي انا بكتبه فروم وتو سبجكت لحد دلوقتي. بعد كده ببدأ هناوت واقول له والله دير عزيزي، دير عزيزي، انا بعت لمين؟ صديقي اسمه ايه؟ ياسمين. يبقى اقول له دير ياسمين، عزيزتي ياسمين، وبعد ياسمين باخد الكوما فاصلة تحت كده حلوة صغيرة، يبقى دير ياسمين والكوما، تمام. وبعدين تحت الار بتاع الدير يعني بسيب مسافة في الجملة الأولى.